ربنا أنعم علينا وأكرمنا وأنتجنا كميات من الزيت تقدر بحوالي 40,000 طن، استهلاكنا المحلي حوالي 12,000 طن، وهدايا وتم تسويق جزء آخر، وباقي عندنا لغاية اللحظة هاي 15,000 طن زيت، ونحن على أبواب موسم زراعي جديد. كان رسالتنا اللي وجهناها ومنوجهها الآن عبر فضائيتكم إنه إحنا منطالب بتسويق منتجات الفلاحين للزيت المكدس عندهم حتى يدخلوا على الموسم ويكونوا خلصوا من الموسم السابق. رسالتنا هو أن يتم تضمين السلال الغذائية بلجان الطوارئ والمحافظات في كل المواقع الفلسطينية كمية من زيت الزيتون، بحيث يكون هناك معادلة ما بين المنتجين للزيت اللي مش قادرين يبيعوا زيتهم بالزياتين والفلاحين إلى المستهلكين أو فقراء أو المعوزين اللي أصلا هم مش قادرين أحيانا يصلوا للزيت. فإحنا بنكمل الحلقة مع بعض. السبب الأوضاع، يعني أول إشي كان هو صحيح الحمد لله في حمل كويس وحمل مليح. يعني العام قبل هذا الموسم كان كيلو الزيت ب 32 شيكل، اليوم احنا قاعدين بنعرض علينا من المزارعين ب 16 و15 شيكل، وموجود ب 16 شيكل. يعني كان في لنا قبل شهر او شهر ونص معرض في الكويت ومعرض في قطر، وكنا متأملين ان احنا نطلع بضاعتنا او نطلع جزء من البضاعه على هاي المعارض، والتغيين بحكم الاوضاع، طبعا اوضاع الفيروس واوضاع ثانيه. وبالنسبة للمزارع احنا في منطقة جنين، انت بتعرف بشكل عام انهم يعتمدين على الزيت.